الأغنية اللي فيها ستوري زي أغنية زي دي هي اللي بتنجح أكتر من الأغاني اللي ممكن يبقى كلامها عام، يعني هي بتحكي حكاية إن حد إن اللي جايب خلاص في 60 داهية يعني. طيب بص، يعني خلينا نتكلم، أنا هتكلم عن الجزئية دي عشان الجزئية مهمة قوي. إحنا في عصر مفيش مقاييس لنجاح أغنية، ما تقدرش تقول أني أغنية اللي بتحقق نجاح وأني أغنية ما بتحققش نجاح. عايز أقولك إن يومنا صوتها حلو برضو بتغني يعني بس لا ماليش في الحته دي، ما احبهاش يعني. عمري ما فكرت اكون مغنيه، مش شكلي ليه مش بتاعتي يعني، مش احنا نسمع بقى ونقرر. لا 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 هو ده مش قرارك يا استاذه، ده مش قرارك، احنا اللي بنقرر. لا 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 مش هيحصل خالص. لا طيب يعني طب لو كنت معلش نبدل ادوار شويه، لو انت كنت هتبقي مطربه ايه الاغنيه اللي كانت هتبقى دي اغنيتك اللي هتطلعي بيها للناس؟ شفتني وانا بعمل كده؟ ده انتي مذيعه قوي، مذيعه قديمه كمان. لا انا بحب الاغاني القديمه شويه. ايوه زي ايه؟ تعالي بقى فضل شاكر. اغنيه ايه فضل شاكر؟ لا لا انتي بتعملي ايه؟ احنا هنسمع من مين؟ منك. لا هو منك. لا 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 الحاجات دي بترجع للناس، احنا اللي بنقرر اذا كنت انتي مطربه وتكملي حضرتك معانا. انا عمري ما هعمل كده. ليه ليه؟ لا مفيش سيطره خالص. لا ما لا 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 مش هعمل. انا لبستها. بس انا بحب فضل شاكر قوي. اغنيه ايه فضل شاكر؟ ايه لمحمد فؤاد؟ هنختار اغنيه. هتساعدك. هنغنيها مع بعض. هتساعدك. لا ما انت بتسيرنا ليه؟ طب سكيب. لا مش هنسكيب. لا هتسكيبي دلوقتي. سكيب ولا نعمل ايه؟ انت اللي تقول لنا. طب خلاص خليكي وانت بتغني الاغنيه الجايه. هنغنيها مع بعض. الاغنيه الجايه وانت اللي هتختاري الاغنيه الجايه. يلا بينا. خلاص انا هطلع طيبه دلوقتي يا جماعه، ومش مش همارس العيب الشريره، وهسيبها ايه تاخد وقتها كده، وايه وتاخد تدي مع نفسها لحد ما تاخد القرار. طب بما انك مارستي دورك دلوقتي كمذيعه، انت عملتي تجربه تقديم برامج تلفزيونيه، انت تميزتي بالراديو، انت بدات تلفزيون وبعدين رحت راديو، دي حاجه غريبه. الناس. يعني دايما راديو روح تلفزيون. صحيح. حاسه ايه الفرق بين الاثنين؟ هي في فروق كتير قوي طبعا. ايه الفرق الكبير بين ده وبين ده؟ خلينا نقول ان الراديو قواني اكتر كمذيع. ليه؟ لان انت بصوتك فقط اداه واحده من ادواتك، تقدري تلعبي بيها، محتاج توصل للي سمعك، كل لازم يكون شايفك وسمعك، ما ينفعش يبقى سمعك بس. هو سمعك ومتخيلك وفاهم انت عايز توصل له ايه. صح. فده تمرين ابن لذينه مش سهل على فكره. طب ايه الموقف اللي مش هتنسيه بقى في 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 تقديم البرامج سواء تلفزيون او؟ هقول لك الموقف اللي ما اقدرش انساه عموما في صنف برنامجنا في الراديو، ان احنا انا برضو المطربه هنا اوقات بتطغى على شخصيتي، فلما مثلا حد يكلمني عايز يغني وصوته مش حلو ما بعرفش امسك نفسي، لازم مايكي يتقفل. لا لازم، ما لهاش حل تاني، ما لهاش حل تاني. وراني اول ما بيقفشني كده على طول اقفل المايك بتاعي خلاص. طب انت ايه رايك في المهرجانات بقى؟ تحبي تعيشي معاها؟ ممكن تسمعي مهرجانات؟ بص المهرجانات بالنسبه لي هي نوع من انواع المزيكا اللي ظهر في العصر الحديث، نجح حلو، الناس حبته، ما نقدرش ننكر ده. حصل. ممكن تعملي ديو مع حد من مش بتاعي خالص، مش لونك. ما عنديش مشكله اعمل ديو بس مش هغني مهرجان. ممكن الريتميك بتاع او الريتم بتاع المهرجان، وهو يغني مهرجان، هو دي شغلته وانا اغني بالغنى بتاعي في نفس الاطار بتاع. لكن تعملي المهرجان مهرجان مش بتاعتي، هو ليه الناس بتوعه بشكلهم بلونهم، مش لوني ولا شكلي. وانا ضد ان احنا كلنا نتجه لمهرجانات نجحت ويلا كلنا نعمل مهرجانات. يعمل مهرجانات. طب لو نفسك، لو هنقول بقى رنا سماحه قاعده كده مع نفسها في البيت، انا نفسي اعمل دي الفتره اللي جايه مع مين؟ مطرب شعبي ولا مطرب لا 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 مطرب عادي، ما احنا خلاص الشعبي. اي مطرب؟ مطرب واحد بس. ايه ده مطرب؟ والله. لا بس مين اكتر حد نفسك انت حاسه ان صوتك مع صوته هيعمل؟ هقول الناس كلها عارفه ان انا بحب تامر حسني، وهو بالنسبه لي كيس طبعا، كيس نجاح وفظيع مختلف برحله بنت لذينه. انا وتامر كمان قريب للشباب يعني، بيتع حتى هو كشخص راجل انا بحبه. هو كشخص مع الشباب قريب ومتواصل معاه، متواصل ومتطور بشكل رهيب يا هواري. يعني كان ما بينامش ما بينامش، وطول الوقت لازم عنده جديد. صح. مش هتشوف الحفله دي زي الحفله اللي قبلها. صح. خالص. صح. وانا بحترم قوي اللي بيشتغل على نفسه. طب غني لنا بقى حاجه تاني انت بتحبيها. الله. يلا طيب نغني ايه لتامر انا بحبه؟ لو فعلا بتهمك راحتي زي ما بتقول،
كان المفروض لما تشوفني تفهم على طول انك طول ما انت بعيد عني العمر بيجري ويسرقني ووجعي بيطول. كفاياك اعذار والاخر مرة هقولها لك. كفاياك اعذار مش دايما هنسى وهصفى لك على الوضع ده. لا الجاي مش خير.